بالنسبه للديربي في الامارات غادي يكون ماتش زوين، استفاده لا بالنسبه للامارات لا بالنسبه للفريق الرجاء وفريق الوداد، ماديا ماديا ومعنويا. بالنسبه للرجاء مزيان لها تصوفي راسها شويه تجمع الفلوس، والوداد بالنسبه للوداد الوداد راه عندها الفلوس، ولكن غتكون ماتش مزيان في صالح ليهم بجوج. وكنتمناو من هذا الديربي يكون يديروا شي حل للجمهور يمشي يتفرج تما، هذا هو الهدف الكبير، وهو يديروا مزيان مع الجمهور يديروا لهم شي حل. انا خويا مشجع فريق الرجاء العالمي راك عارف نتايا، وبالنسبه لي بانه غيلعبوا في الامارات خويا هذه اش نقول لك نقطه مزيانه، حيت غيدخلوا واحد الصالير غيدخلوا لا بالنسبه للرجاء ولا بالنسبه للوداد بجوج، ما يدخلوا غيدخلوا هذاك الفلوس اللي غيعطيهم تما، حيت ما غاتجيش غتمشي غتلعب في الامارات وما عندك ربح انت. وانا كنتمنى ما نكذبش عليك كنتمنى الا كانوا غيتلعب تما في الامارات يديروا شي حل للجمهور، حتى الجمهور يمشي يساندهم تما ويمشي يتفرج. ديربي في الامارات ما نكذبش عليك انا من الناس اللي فرحانين نلعبوا ماتش في الامارات على اساس الامكانيات اللي كاينه شما، وهذا واش غنقول لك عاوتاني ان ماشي اي واحد غادي يتفرج، فهمتي؟ مش اي واحد، حنا ولفنا الديربي نلعبوه في كازا كنتفرجوا فيه كنفرحوا به، كيكون عندنا بحال قال شي عرس يعني اللي كانت شي تسهيله شو هذا، راه غادي تمشي الناس وغادي تتفرج وغادي نضحكوا تما ونلعبوا هذه وغدوز بخير، ومن هذا الشيء كامل راه حنا رابحين. انا ودادي واش نقول لك الوداد راه رابح، واخا يطلعونا للمريخ غادي نربحوا. وحنا راه كنشجعوا فريق الرجاء وكنتمناو ليه يفوز في هذه المقابله هذه. بالنسبه كجمهور كيبان لي ان هذاك الماتش استعراضي، فهمتي، وغادي ياثر على الفريق ديال الرجاء بزاف، حقاش مازال عنده ماتشات اخرين ديال النجم الساحلي ديال الكاف.